مرحبا بكم. كما بينا في الحلقة السابعة من هذه السلسلة، فإن فكرة داروين الجوهرية تمحورت حول آلية التطور بالانتقاء الطبيعي، أي أن تنتقل البيئة الصفات التي تساعد على البقاء والاستمرار. ووضحنا أيضا أن داروين لم يكن معنيا بكيفية انتقال هذه الصفات من السلف إلى خلفه، بل تحدث فقط عن تنوع صفات الكائنات الحية وكيف يعمل الانتقاء الطبيعي على إبقاء الصفة المفيدة وإضمحلال تلك الضارة عن طريق انقراض حاملها. وقلنا أن داروين لم يكن عالم وراثة، وقد تبنى بتشكك ما كان يعتقده ابناء عصره في هذا الخصوص، وقدم بناء على فكرة توريث الصفات المكتسبة أثناء حياة الكائن الحي إلى خلفه فرضية أسماها التخليق الشامل بان جينيسيس، والتي فحواها أن جميع الخلايا في الكائن الحي قادرة على إطلاق جسيمات دقيقة أسماها الجيمولز، والتي تكون قادرة على السفر في جميع أنحاء الجسم والتجمع في نهاية المطاف في الغدد التناسلية، لتنتقل عن طريق ذلك إلى الجيل التالي ناقلة معه الخصائص والصفات من الأب إلى النسل. وإذا خضعت خلايا الوالدين إلى تغيرات نتيجة للتغير البيئي، فإنها ستنتقل بالتالي عن طريق تلكم الجيمولز المعدلة إلى النسل مباشرة. وبعد أن نشر داروين لفرضيته هذه، قام فرانسيس غالتون باختبارها على الأرانب، ولم يعثر على أي دليل يسندها، فتم إهمالها من قبل المجتمع العلمي حتى يومنا هذا. لتعود مؤخرا بعض الأبحاث التي تتحدث عن انتقال بعض الأحماض الأمينية عبر الدم، وربما تسهم هذه الفكرة في تكوين نظرية وراثة جينية شاملة. فنستطيع القول أن فكرة توريث التغيرات التي تحصل أثناء حياة الكائن الحي عادة لتكون مقبولة بشكل حذر اليوم فيما يسمى بتأثير العوامل فوق الجينية epigenetics. لكن تبقى الوسيلة الرئيسية لحصول التغيرات في الصفات وظهور صفات جديدة هي بحصول طفرات جينية في شريط الحمض النووي تزود بصيغ أو مركبات جديدة في الجينات. المهم هنا أن فرضية داروين هذه عن موضوع التخليق الشامل لم تكن أحد أركان نظريته في الاصطفاء الطبيعي. هذه النظرية الانتقاء الطبيعي غير قائمة وغير معتدة بالميكانيكية توريث الصفات أي كيف تورث الصفات، بل تركز فقط على الميكانيكية التطور نفسها أي كيف يحصل الانتقاء الطبيعي، أي لماذا تبقى صفة جيدة وتنقرض الصفة السيئة. لذلك نادرا ما يرد ذكر هذه الفرضية اليوم إلا ربما في حصص تاريخ العلوم. لكن لنرى كيف يفهم الخلقيين العلوم وكيف يفهمون التطور. الحلقة 35 من سلسلة القنيدي التي خصصها لدحض نظرية التطور عن طريق مهاجمة أركان هو وضعها بنفسه يسخر من أحد تلك الأركان المزعومة وهي توريث الصفات المكتسبة بالاستعمال والإهمال، ويقول أن داروين اخترع خرافة لتفسير هذا الموضوع وأعطى فرضيته اسم فخم. العلماء لم يوافقوا على هذه النظرية هو يعترف، لكنهم أغريوا بالبادئ بان وقاموا بتأسيس خرافة أخرى اسمها بانسبيرميا تتحدث عن ورود الحياة من الفضاء. طبعا هو يقول فضائيين زرع الحياة الفضائيين وفق هذه الفرضية العلمية، بينما هي لا تقول كذلك، هي تقول أنه المادة العضوية هبطت مع النيازك في عمر الأرض الفتي. لكن لا علينا، هذا ليس موضوعنا. المهم ليس هنالك أي علاقة صراحة بين الفرضيتين من ناحية علمية، يعني بانسبيرميا وبانجينيسيس ليس بينهم أي علاقة، فقط هو موضوع البادئة الذي هو مجرد مصطلح لغوي. ولا علينا أيضا، فلن نضيع وقتنا في موضوع ذهبكم وسخرية الخلقيين. نبدأ بموضوع تسمية الخرافات بأسماء رنانة. كالعادة شق داروين الطريق لأتباعه وسن لهم هذه السنة في إعطاء الأسماء الفخمة للخرافات. فعندما أراد أن يبرر إحدى الركائز الخرافية الأربعة لنظريته وهي خرافة توريث الصفات المكتسبة بالاستعمال والإهمال، اخترع داروين نظرية الجيميولز التي تطلقها كل خلايا الجسم وتتركز في الأعضاء التناسلية لتؤثر على الجنين. ماذا سمى هذه النظرية؟ بان جينيسيس، شمولية التكوين أو التكوين الشامل. اسم فخم أليس كذلك؟ لكن الفحوى فارغة تماما، فحتى المشاهدة الحسية تدل على أن الصفات المكتسبة بالاستعمال والإهمال لا تورث. ومع ذلك خالف داروين ما هو معلوم حتى لعامة الناس وصاغ خرافته هذه في نظرية وأعطاها اسما بان جينيسيس. ومع أن عامة أتباع داروين يقرون بخطئه في هذه النظرية، إلا أن نغمة بان هذه راقت لهم، فصاغوا على منوالها نظرية Directed Panspermia، يعني بدر أصل كل شيء بشكل موجه.
كما نلاحظ استراتيجية القنيمي هنا ليس تناول أسس ومبادئ نظرية التطور الحديثة كما يتم مناقشة كل العلوم الأخرى لإثبات أنها صحيحة أو خاطئة، بل التركيز على أفكار قديمة ليست في صلب النظرية، تبناها مؤسس النظرية الذي هو طبعا مستقل عن نظريته وثبت لنا خطأها لاحقا، ثم يدعي أنها من أساسيات نظرية داروين، ليقول أن ما بني على خطأ فهو خطأ، وهكذا تصبح نظرية التطور خطأ. وكان نناقش مبدأ أو فتوى شرعية. على كل يبدو أن القنيبي مقتنع فعلا أن نظرية التطور تعتمد على اللاماركية. فأيضا في الحلقة 27 من سلسلته خاطبهم كأطفال يقول: داروين كان يرى مثل لامارك بأن ذلك حصل نتيجة مدها عنقها لتناول الورق، وأتباع داروين علموا أن ذلك خرافة فقالوا بدلا منها بل بالطفرات العشوائية، طفرات عشوائية أطالت رقبتها وانتهت القصة. وهنا نقول لصاحبنا القنيبي صح النوم، توريث الصفات المكتسبة ليس مبدأ أساسيا في نظرية التطور، وحتى داروين نفسه لم يبني فكرة الانتقاء الطبيعي على هذا الأساس، وإن قبل المبدأ نفسه في حينه، يعني سواء اكتسبت هذه الصفات أثناء حياة الكائن الحي أو كانت قد مرت إليه جينيا عن طريق آبائه، فذلك لن يؤثر في فكرة الاصطفاء الطبيعي ذاتها التي طرحها داروين وتم إثباتها مرارا وتكرارا من بعده. وحتى لو اخترع داروين تفسير غريب لكيفية توريث الصفات، فإن هذا لا يؤثر على صلاحية مبدأ الانتخاب الطبيعي. المهم يفهم هنا من كلام القنيبي أنه يقصد فكرة توريث الصفات المكتسبة أثناء الحياة للامارك. لنرى ماذا اعتقد لامارك. قدم لامارك نظريته عام 1801، بينما نشر داروين كتاب أصل الأنواع عام 1859. ضمن نظرية لامارك ما يلي: إذا حصل تغير في الكائن الحي لغرض التأقلم مع بيئته، فإن هذه التغيرات سوف تمرر إلى ذريته، فهو يعني أن التغير يحصل حسب احتياج أو إرادة الكائن الحي. كمثال، اعتقد لامارك أن كل الفيلة سابقا كانت ذات خراطيم قصيرة تمددت بمرور الوقت كمعنى الحاجة لتصل إلى الماء وأغصان الأشجار. هذه الصفة ورثت لذريتها. لامارك قال أيضا أن أعضاء الجسم التي لا يتم استخدامها مثل الزائدة الدودية في الجهاز الهضمي للإنسان أو أصبع القدم الصغير سوف تضمحل بمرور الوقت وبشكل تدريجي وتختفي في الأجيال اللاحقة. كان لامارك طبعا يعتقد أن التطور يحدث بحسب خطة محددة ومعدة مسبقا وأن نتائجها مثبتة ومقررة سلفا. وماذا اعتقد داروين؟ قال داروين أن عملية التطور ليس لها علاقة برغبة ذلك الحيوان أم لا، وأن الكائنات حتى من النوع الواحد تختلف فيما بينها، وأن الكائنات التي قد تحدث فيها تغيرات يعني طفرات مفيدة تساعد على البقاء ستزداد ذريتها التي ستولد حاملة لصفات أبويها المفيدة، وكلما تكاثر هذا الجيل الجديد سيزداد عدد الأفراد الذين يحملون هذه الصفة الجديدة، وبمرور الوقت ستدخل أعداد الحاملة للصفة الجديدة في ذلك الجيل، بينما سيصيب الموت كل كائن لم يستطع التأقلم لعدم وجود هذه الصفة الجديدة فيه. كمثال على ذلك وبالمقارنة مع لامارك، فإن أكثر الفيلة التي كانت تحمل خرطوما قصيرا لكن بعضها كان يولد مع خراطيم طويلة، عندما شح الماء والغذاء وصعب الوصول إلى ذلك بالخراطيم القصيرة، فتلك الحاملة للخراطيم القصيرة ماتت والحاملة للخراطيم الطويلة بقت وتكاثرت، وبمرور الوقت أصبحت كل الفيلة التي على قيد الحياة ذات خراطيم طويلة. بالمقارنة طبعا مع لامارك أيضا، فإن داروين لم يعتقد أن التطور يحدث بحسب خطة محددة أو مسبقة. طيب لماذا نصدق نظرية داروين اليوم؟ نظرية داروين ثبتت بالعديد من الأدلة، بينما رفضت نظرية توريث الصفات المكتسبة لامارك. الإثبات كان بطريقتين، الأولى بالتجارب والثانية بتقدم علم الوراثة والجينات. بالنسبة لموضوع التجارب، حيث نلاحظ في كثير من الأمثلة الحقيقية والملاحظات أن التغيرات التي تحدث في حيوان ما أثناء حياته لا تنتقل إلى ذريته. مثال ذلك تقليم آذان الكلاب الحديثة الولادة من قبل مهجني الكلاب وحسب رغبتهم لن يمنع من أن تولد كلاب بأذان طويلة بالرغم من تكرار هذه العملية لأجيال متتالية. أو عندما يتمرن شخص ما يومياً ويركض الماراثون ويعيش بطريقة صحية، فإن وضعه الصحي الجيد هذا لن يورث لأبنائه، بل يجب عليهم القيام بنفس الجهد للوصول إلى ما وصل إليه والديه. هذه بعض من الأمثلة التي تدل على أن نظرية لامارك لا تبين كيف حصل تنوع الحياة الحالي، بينما لاحظ داروين مبكراً وأثناء ارتياده لاثنين من أندية تربية الطيور في حينها أن المربين الذين يقومون باختيار صفات معينة في حمامات كولومبا ليفيا
يساهمون في سيادة هذه الصفات من خلال تشجيع تناسل الطيور التي تحملها. وبعد ماذا أضاف مندل للعملية؟ لقد عرف داروين أن الصفات تورث من جيل لآخر، لكنه لم يعرف أبداً الطريقة التي تمرر بها هذه الصفات من الجيل السابق إلى الجيل اللاحق. فكرته عن الجيموز كما نوهنا سابقاً لم تنجح، بينما فكرة زميله غريغور مندل الذي كان وقت طباعة كتاب داروين يجري تجاربه الأولى على خصائص نبات بازلاء الحدائق، ثبت لاحقاً أن طولها طول البازلاء مثلاً ينتقل إلى الجيل التالي بطريقة متسقة وبشكل متواتر، حيث أن كل صفة لدى النبتة البنت يتم تحديدها من قبل عامل مورث، لاحقاً عرفنا أنه هو الجين، مصدره النبتة الأم أو الوالدين، وأن هنالك دائماً عامل مورث ما عرفنا لاحقاً بأنه جين السائد يهيمن دائماً على الموروثات الأخرى. هذا ما سمي بالتوليف التطور الحديث، الذي يشير إلى ذلك المزيج الرائع بين تكرار واتساق توريث الصفات وفق قواعد محددة بشكل واضح، وهذا ما جاء به مندل، ومفعول الانتقاء الطبيعي في تثبيت هذه الصفات، وهذا ما جاء به داروين. إذن ولكي نعطي تلخيص يرفع الغموض الذي يحاول الخلقيين إشاعته، نقول إن الطفرات الجينية بتفاعلها مع الانتقاء الطبيعي تحدث بالفعل تعديلات جديدة يمكن أن تكون نافعة للكائن الحي، والتغيرات فوق الجينية (Epigenetics) هي أيضا آلية يتم عن طريقها توريث التغيرات الناتجة من البيئة للأطفال. مثلا إذا تعرض إنسان للتعنيف وهو طفل، تحصل تغيرات في تنظيم الجينات تجعله مثلا أكثر عرضة للإجهاض. هذا التأثير يمكن أن يورث للأطفال. الطفرات والتغيرات الجينية هي سبب وجود تنوع في السكان، ففكرة لامارك هنا أصبح لها فقط أثر في هذه الجزئية، جزئية التغيرات فوق الجينية، فهي ليست خاطئة تماماً لكنها صحيحة نسبياً، أما داروين في موضوع التخليق الشامل فكان مخطئ تماماً. لكن حصول طفرة أو تغير فوق جيني لكائن فرد لن يحدث مفعول مباشر في ظهور صفات جديدة وبناء تدريجي للنوع، فليس الفرد الواحد في المجموعة هو الذي يكون موضوع لعملية التطور، وإنما الأصح هو أن المجموعة السكانية population التي هي مجموعة من الأفراد تسكن في نفس المنطقة الجغرافية ويمكنهم التزاوج فيما بعضهم البعض، هي التي تتطور وتتغير على مدى الأجيال المتعاقبة بسبب التغيرات في المجمع الجيني لمجموع الأفراد. الانتقاء الطبيعي يحبذ هذا التنوع داخل المجموعة السكانية، بحيث تصبح الكائنات الحاملة لصفات متباينة أفضل في أن تنجو وتنتشر في بيئة معينة. وإذا قاد التطور إلى تغير إيجابي، فسنحصل على كائن مجهز بمعدات مقاومة وتمرير جينه عن طريق الانتشار والتوريث، مما يقود بدوره إلى أن تصبح الطفرة ميزة سائدة في هذه المجموعة السكانية. ليس من الصعب تصور أنه إذا ما تم عزل مجموعتين من نوع واحد، فيمكن للطفرات المتراكمة في مجموعة سكانية منعزلة تخضع لظروف بيئية معينة أن تقود بشكل تدريجي إلى تكيفات متباينة، وبالتالي إلى ظهور نوع جديد بعد فترات طويلة، عندما يصبح أفراد المجموعة المنعزلة غير قابل للتزاوج مع أفراد المجموعة الأم وإنتاج ذرية قابلة للحياة، مما يعني أن عملية بناء النوع قد اكتملت. إذن في الحلقات السابقة حاولنا رفع اللبس والغموض الذي يثار حول مفاهيم أساسية في نظرية التطور، ونتمنى أن نكون قد وفقنا في ذلك، رغم أن هدف هذه السلسلة هو ليس تقديم شرح أكاديمي منهجي لأسس ومبادئ نظرية التطور، بل قمنا فقط باستهداف التشويش والتشويه الذي يحاول النيل من هذه الأسس ومحاولة توضيح الصورة ووضع النقاط على الحروف. في المحور القادم سنتطرق إلى البديل الذي يقدمه المناؤون لنظرية التطور، ألا وهي فكرة الخلق المباشر أو التصميم الذكي. سنكشف المنطق المتهالك الذي يفكر بموجبه أتباع هذه الفكرة، ونوضح أساليب وطرق استدلالهم المعيبة منطقيا وعلميا. فتابعونا ونشكر استماعكم.